وكلاكيت تاني مرة في الإذاعة المصرية مع النجمة الجميلة المتألقة دائما مي كساب. مي أنا بتفائل لما بشوفك على فكرة. الله يكرمك تثبتني. لا خالص. أنت عارفة أنا بحبك قد إيه. الله يكرمك. عارفة والله. أنت من الفنانات الحقيقة نقدر نقول فنانة شاملة، مطربة، ممثلة، عندك استعداد تعملي استعراضات، فما بنشوفش كتير فنانات يعني من النموذج ده. لا في يعني في كتير شبهي، يعني انا بشوف ده يعني بشرة تعرف تعمل نفس النوعية اللي انا بقدمها، دنيا سمير غانم، شيرين عبد الوهاب، يعني ناس كتيرة تقدر تعمل يعني كده، بس المشكلة ان ما فيش في مصر الانتاج اللي يقدر يعمل افلام استعراضية يعني، فاتمنى ان ده يحصل يعني ان شاء الله، وخاصة ان زوجك العزيز بقى يعني برضو في المجال هو مطرب، فلو تعملوا مع بعض ديو كده في فيلم استعراضي جميل. انتوا اشتغلتوا مع بعض؟ بس ما كانش فيلم استعراضي قوي يعني، بس على خفيف كده. على خفيف. قولي لي النهارده احنا في الاذاعه المصريه، وكنا معاكي من فتره برضو قريبه في مسلسل اذاعي، النهارده الموضوع مختلف بقى يعني، المراه ودورها في المجتمع من خلال حقبه تاريخيه مهمه جدا عصرناها في مصر. تقولي يعني المسلسل ده والاذاعه وحبيتي الاذاعه؟ انا بحب الاذاعه طبعا من زمان، ومبسوطه اكتر ان انا يمكن اليومين دول بعمل حاجات ليها هدف يعني، ده بسطني اكتر يعني، سواء المسلسل اللي فات او المسلسل بتاع اللي هنسجله النهارده باذن الله. انا بعمل دور سيزا نبراوي اللي هي تلميذه هدى شعراوي، ومبسوطه جدا ان انا احنا بنتكلم في قضيه مهمه بمناسبه بقى اعياد المراه اللي جايه في شهر مارس، فمبسوطه. انا وانت طيب. وانت طيب. عايزين بقى نحتفي بيكي في عيد الام كمان ان شاء الله. قول يا رب. ان شاء الله. فبس مبسوطه بالدور يعني، بالورق اكيد يعني، ان الورق كله نسائي يعني. يمكن الشخصيات النسائيه في الدراما الكتاب شويه كانوا فتره بعاد عنها، رجعنا تاني نبرز دور المرأة المصرية في الدراما سواء تلفزيونية أو إذاعية، رأيك في ده إيه وإيه السبب؟ السبب إن عادي يعني، هو الـ كل شوية بيحصل يعني، زمان كانوا نجمات السينما هم اللي متصدرين في على الشاشة، وكانوا هم الأبطال، هم اللي بيشيلوا الأفلام. بعد كده حصل نقلة، السينما بقت ذكورية شوية دلوقتي، وبعد كده دلوقتي بقى في فنانات رجعوا أخذوا وضعهم يعني، هي مسألة يعني مراحل طول الوقت، شوية كده شوية كده، في الآخر مين هيقدم فن بجد، مين هيكون عنده الفرصة يقدر يستمر. أنت عندك الإصرار أنك تستمر يا مي، عندك اقتناع داخلي أن الفن هدف ورسالة قبل ما يكون مكسب مادي، بدليل انك بتشتغلي في الإذاعة ومعروف ان الإذاعة يعني ماديا بتبقى ضعيفة. لان اصلا مش كل حاجة في الدنيا المادة يعني، في ادوار انت هيبقى نفسك تعملها من غير ما تاخد فلوس اصلا، بس انا بتكلم، انت بتكلم دلوقتي اذاعه بلدك، وانت عارف اصلا الوضع اللي فيه التلفزيون المصري دلوقتي او الاذاعه المصريه، فاكيد بالنسبه لي موضوع الماده اخر حاجه هفكر فيها، انا جاي اعمل عمل وطني نفس الروح بتاعه المره اللي فاتت، بس يعني مش جاي عشان خاطر اي حاجه تانية غير كده. هل ممكن تفكري في الاعتزال؟ انتوا مالكوا عشان اللي بيحصل يعني، ف اكيد عادي ممكن افكر فيه، من باب ان انا شايفه نفسي بعمل حاجه غلط، وده اللي قلته للناس، ما تفسروش الاحاديث الشريفه على مزاجكم، والقران اياته كلها تفسيراتها واضحه للجميع. انا مش مقتنعه ان انا بعمل حاجه حرام، كل حاجه في الدنيا تقدر تستغلها حلال، وتقدر تخليها حرام في نفس الوقت، فانا عارفه كويس قوي ايه اللي انا بعمله. لو فكرت في الاعتزال هيكون من باب الزهد يعني، من باب ان انا هبقى فجاه حاسه ان انا عايزه احتجب عن الدنيا، لان انا بالنسبه لي كمان الحجاب احتجاب يعني، الحجاب مش مجرد طرحه هحطها على دماغي وابقى انا من جوايا مليانه عفن يعني، فلا يعني انا شايفه ان هحتجب وهعيش في عزله عن العالم، هبقى مش عايزه من الدنيا غير ربنا بس، وان انا اتعبد وبس يعني. وحياتك الخاصة يعني مش شرط يبقى كل الحياة، أصل الحياة مش كلها عبادة يعني، مفيش عابد
24 ساعه بيعبد ربنا. خلينا نكون متفقين، ربنا اصلا قال لنا لو انتم مش هتغلطوا وتستغفروني واسامحكم كنت هبدلكم واجيب غيركم. شرط الغلط يعني اقصد ان الانسان يعيش حياته يستمتع بحياته، مش كده؟ اه طبعا. مي يعني نفسنا بقى نشوفك في الدراما التلفزيونيه بادوار انت تبقي مقتنعه بيها، يعني امتى هيحصل ده؟ شايفه ان العمليه الانتاجيه موقفاكي شويه محجماكي؟ هو في مشاكل عند المنتجين من القنوات، والقنوات ما فيهاش فلوس، والاعلانات ما بتجيبش، يعني في الدايره ما بتلفش صح عشان الموضوع يتم يعني. بس الحمد لله انا عندي دلوقتي جراب حواء هيتذاع في نص ثلاثة، عامله فيه حلقتين برضو، المسلسل انثوي جدا يعني. حكايتك بقى يعني انت متحيزه قوي. نسائي بحت يعني، كل يوم بطله جديده بتعمل موضوع. وبعد كده عندي فيلم ان شاء الله طلق صناعي، تأليف استاذ محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب، واخراج خالد دياب، بطولة استاذ ماجد الكدواني وحورية فرغلي، وانتاج دولار فيلم. فان شاء الله ربنا يكرمك. الفترة اللي جاية بقى انت عاشة كده فنية للنجمة الجميلة مي كسر. ان شاء الله يا رب. ميرسي لكل جمهورك اللي بيحبك ويعشقك في العراق من خلال شاشة الشرقية. تقول لهم ايه بقى؟ اقول لهم كل سنة وانتم طيبين وربنا ينصر العراق يا رب. شكرا. شكرا.